وينك لهلا؟ عم يحاصروني يا عبا. مين هدول عم يحاصروه؟ بدهم اياني يطقوا وانا ما رح طق. لا اوعى طول بالك. شو جاي معك؟ هلا ما بدك تساوي لنا قهوة؟ نشفت المي؟ بسام اسمه اليوم ما عندنا ضيوف، شو رايك نسهر برا؟ وين؟ بنفس المحل؟ ايه طبعا، ليش في غيره؟ ايه بس انا بنص السهرة مضطر افكر. وليش بقى؟ ما عاد سمحوا لك تسهر لاخر الليل؟ ما حدا بيطلع فيه يمنعني. ايه؟ بس عندي مشوار اضطراري. اذا مشوار اضطراري ما في مشكلة. واحلى فنجان قهوة. شبك شو صار لك؟ أنا بسام؟ بسام هذا مو مزح! يعني ارتعبت عن جد؟ إذا أنت الشب اللي بضاي صار فيك هيك، شو بده يصير برأفت بيك؟ يعني إيه مو على أساس اقتراحك؟ هلا هذا مو تبع فيلم الصرخة؟ هذا هو بذاته، القناع زائد اللباس الكامل. ومنين قدرت تجيبه؟ رفيقي جايبه معه من لندن. رحت لعنده واستعرته. يعني ايه؟ شو ايه؟ الليلة بالذات نوار، الليلة بدي فوت عليه هو ونايم. مسكين اذا صار معه قد نص اللي صار معك بيكون بسلامتك. راح. يعني نويت؟ شو نوار؟ شكلك غيرت رايك؟ لا بس الشغلة مو هينة، قصدي طالما صرنا بالجد. من طول عمرنا ونحن عم نحكي بالجد. بس كنا مترددين. على امل الله ياخذ امانته. بدون ما نمد ايدينا. بدون ما تمد ايدك. شو نوار؟ بالظاهر اليوم مالك صافي في سكر؟ ولا قلك؟ هلا فايق صح؟ بسام شو ما صار انا لا دخلني ولا خرجني ها؟ متفقين على هالشي. واذا حطيتني بالضرب انا رح انكر كل شي. لا تخاف لا تخاف. مو انا اللي بجر رفيقي لحبل المشنقة. حبل المشنقة؟ عم امزح ولو عم امزح. بس يعني حبيت قلك انه انت اللي قلت لي انه اللي بيموت من الرعبة بيموت لانه بتصير معه سكتة قلبية. يعني بقلك انه ما في لا جريمة ولا حبل مشنقة ولا حتى توقيف 48 ساعة. ومع ذلك انت دائما لا دخلك ولا خرجك. من حق المأهول